نعلم أن الشرق قضية عادلة وما إلى ذلك، ولكن بعض الأمور وبعض المطالب كانت أشبه بالتعجيزية. لكن في نفس الوقت نلاحظ أن الدور الحكومي لمعالجة الأزمة في شرق السودان هو يظل دور بطيء وضعيف في نفس التوقيت. لجنة من الحكومة برئاسة شمس الدين كباشي وبعض الوزراء ذهبوا هناك إلى شرق السودان واجتمعوا بالقيادات الأهلية وتحدثوا عن أن هناك حديث للحلول، لكن حتى الآن لم تحصل هذه الحلول على أرض الواقع. لكن الحكومة الانتقالية نفسها يعني ضعف موقفها تجاه شرق السودان، تجاه حل قضية شرق السودان، ما زال يؤثر في هذه الأزمة والسودان يتضرر من ذلك اقتصاديا. طبعا بالتأكيد أول حاجة خلينا نؤكد على أنه للشرق مطالب عادلة. نعم. اثنين ثلاثة، الشرق من أكثر الأقاليم التي تعرضت لتهميش كبير جدا ولقياب للتنمية وتعرضت لأشياء كثيرة جدا، وإنسان الشرق يعاني من المرض والتخلف والجهل، وهذا يعني تاريخيا منذ استغلال السودان حكومات كثيرة جدا يعني لم تهتم بشرق السودان، وبالتالي الوضع الحالي هو امتداد لتراكمات سابقة. ولكن من جانب آخر خلينا ننظر لما يتعلق بالاتفاق السلام الذي تحدثت عن مسار سماه مسار الشرق. في الوقت اللي فيه لما عقدت الاتفاقية الشرق ما كانت فيه حركة مسلحة رفع السلاح ضد الحكومة، كانت هنالك تيارات موجودة داخل الجبهة الثورية وداخل مكونات أخرى بتتحدث باسم الشرق وباسم قضية الشرق، لكن لم تكن هنالك حركة مسلحة تحمل السلاح كما هو في حادث في دارفور أو في جنوب كردفان. وأيضا كانت هنالك اتفاقية سابقة عقدت في ظل النظام البائد مع مؤتمر البيجا بقيادة موسى محمد أحمد، وتكون بموجب صندوق إعمار الشرق بتمويل المعروف من الحكومة السودانية والحكومة الكويتية وبعض الداعمين.